عمليات التجهيز وإعداد الحملة لاستهداف قوات الأسد في منطقة معامل دويرينا. بالعكس تجهيز وإعدادات فعالية الهواء لرجم قوات الأسد في هذه المقاومة، وذلك الرد على مصادر النيران واستهداف جميع القوات المتواجدة في بلدة ويرينا. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر. هذه العملية هي بالاشتراك مع لواء أحرار الزاوية وكتيبة يوسف الصديق وبشائر النصر وكتاب المرابطين. الله أكبر والعزة لله. تقوم مجموعة من كتائب الجيش الحر الآن بتجهيز عدد مدافع للرد على مصادر النيران التي تقوم باستهداف بلدة دويرينا. وكما وردتنا معلومات هناك تجمع لعدد أعداد كبيرة من الشبيحة متواجدين في المعامل الغربي من دويرينا، وتم إعداد هذه مدافع الهاون هذه لاستهداف تلك التجمعات. أن الكتائب المشاركة في هذه العملية هي لواء أحرار الزاوية وكتائب المرابطون وبشائر النصر وكتيبة يوسف الصديق. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر، الله أكبر. ها هي كتائب أبطال الجيش الحر تقوم بإعداد العدة من صواريخ ومدفعية لدك موجودة في منطقة دويرينا بمختلف أنواع الهاون محلية الصنع وصواريخ محلية الصنع. وهذه على مجازر اخواننا القصير. الله اكبر والعزة لله. الله اكبر على الاطفال، على الجرون، على الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، عزة لله، الله اكبر، الله اكبر. ان شاء الله ان شاء الله تكون اصابتنا محققه.